سوي بيودو ولا استوي بيودو هي الصح لغوياً؟ تعالوا أقول لكم لو المهم في الكلام بتاعنا أو الجملة بتاعتنا هي التركيز بس على إظهار الحالة الاجتماعية وفي الحالة بتاعتنا بيودو بيودا أرمل أرملة يبقى في الحالة دي هنستخدم البربو سير وما ينفعش نستخدم البربو ستار نهائي تعالوا أبسط لكم الكلام ده في محادثة بين اتنين الشخص الأولاني بيسأل وبيقول أولا إيس أستاذ بيودو الشخص الثاني هيرد عليه ويأكد المعلومة ويقول له سي سوي بيودو سوي بيودو لو لاحظتوا هنا التركيز في الكلام كان على الحالة الاجتماعية بيودو وبيودا من غير أي كلام تاني عشان كده استخدمنا هنا سير إنما لو كان المهم في كلامنا إظهار المدة اللي إحنا عشناها أو قضيناها وإحنا بيودوس أو بيودس وان الحالة الاجتماعية هنا مش هي السبب الاساسي او المهم في كلامنا لكن هي مدخل لحاجة تاني هنا واحنا مغمضين نستخدم البربو استار هقول لكم مثال عشان ابسط لكم الموضوع شخص بيسأل شخص تاني Desde كواندو استاس بيودو ديزدي كواندو استاس بيودو الشخص التاني هيرد عليه ويجاوب ويقول استوي بيودو desde 3 años ركزوا أستوي بيودو desde 3 años يعني أنا أرمل من ثلاث سنوات هنا كان المهم في سؤال الشخص الأولاني وإجابة الشخص الثاني ما كانش الحالة الاجتماعية أو الاستادو في بيل لا. كان المدة اللي قضاها الشخص الثاني وهو بيودو فالأصل في الموضوع بتاعنا إن بيودو أو بيودا كحالة اجتماعية أستخدم معاها سير مش ستار. لكن عرفنا امتى نستخدم معاها استار يعني لو حد قال لك استوي بيودو بس وسكت يبقى الجملة غلط ولو حد قال لك الحالة الاجتماعية بيودو او بيودا بيستخدم معاها البربو استار بس وسكت يبقى الكلام ده مش مظبوط لغويا معلومة شريرة جدا وبيقع فيها ناس كتير من اللي بيدرسوا اللغة الاسبانية لكن انتوا هنا في الاسبانيول كومونتي مش هتقعوا في الغلط ده وده كان اسباني على الماشي